السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الصف الثالث المتوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نتناول اليوم الدرس السادس، المسؤولية. تعال معي عزيز الطالب حتى نعرف ما هي مسؤوليتي وما هي مسؤوليتك. المسؤولية هي أن تقوم بالعمل المطلوب على أتم وجه. إذن المسؤولية هي أن تقوم بالعمل المطلوب منك على أتم صورة أو أكمل وجه في الوقت المحدد المطلوب. إذن المسؤولية هي أن تقوم بالعمل المطلوب منك على أحسن وأتم وجه في الوقت المحدد المطلوب. المسؤولية عزيزي الطالب هي شعور نبيل متوافر عند كل إنسان ملتزم أخلاقيا ووطنيا. إذن المسؤولية هي شعور نبيل متوافر عند كل إنسان ملتزم أخلاقيا ووطنيا، إذ توجب علينا القيام بالعمل الشريف الذي نكلف به على أتم وجه. إذن المسؤولية أن أقوم بالعمل الموكل إلي على أتم وجه بالوقت المطلوب مني. كذلك أنت عزيزي الطالب، أي أمور موكلة إليك يجب أن تضع نفسك بأنك مسؤول عن هذا المكان وعن هذه المهمة الموكلة إليك. هل سوف تنجزها على أتم وجه أم لا تكمل هذا العمل؟ فالمسؤولية شيء عظيم لا يخفى علي وعليك عزيزي الطالب، يقع على عاتقي وعاتقك كثير من المسؤوليات، والذي يتحمل هذه المسؤولية والذي يكون مكلف بها يجب أن يتمها ويكملها على أتم وجه. وفي ديننا الإسلامي العظيم كل إنسان هو مسؤول عن أعماله وحده، سواء كانت هذه الأعمال صغيرة نسبيا أو كبيرة، يسيرة أو شاقة، ولن يتحمل التقصير في أداء المسؤولية أي إنسان آخر كالأب أو الجد أو الأخ أو العم أو غيرهم. إذن كل شخص يحاسب عن أعماله، وكل شخص موكل إليه المسؤولية يحاسب عنها. لا يحاسب الأب ولا يحاسب الجد ولا العم ولا الخال ولا ولا، لأنهم لم يقوموا بهذا العمل الموكل إلى فلان، هو ليس موكل بهم وإنما موكل بفلان، فعلى فلان من الناس أن يتقن هذا العمل وأن يعرف قدر المسؤولية. تتنوع المسؤولية في أكثر من اتجاه، فقد تكون مسؤولية فردية بمعنى أن فردا واحدا هو المسؤول عن نفسه وعما يصدر منها من أفعال وأقوال، وكذلك يكون مسؤولا عما تقوم به جوارحه أي أعضاء جسده. وتعد المسؤولية الفردية هي الأصل في الإسلام. إذن المسؤولية الفردية هي الأصل في الإسلام، وقد مثلها القرآن الكريم بقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. والمعنى نفسه جاء في سورة النجم إذ يقول سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالفرد وحده يكون مسؤولا أمام ربه جل وعلا، يحاسبه ويجازيه على أفعاله وأقواله، والفرد نفسه يكون مسؤولا على وفق مكانته ومنزلته في أسرته، سواء كان أبا أو أما، فضلا عن مسؤولية الأبناء جميعا. وإلى جانب ذلك تقع على الفرد مسؤولية اجتماعية عامة مثل صلة الرحم وحسن التعامل مع الآخرين أو الجار وأفراد المحلة وأبناء الوطن وأداء العمل الذي يكلف به. إذن المسؤولية عزيزي الطالب نوعان: مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية.
مسؤولية فردية، فالفرد وحده يكون مسؤول أمام ربه عنها. أما المسؤولية الجماعية فهي منبثقة من المشاعر والأحاسيس، منبثقة من المشاعر والأحاسيس المجتمعية. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحساس جمعي يتفق عليه المسلمون جميعا أو أبناء الأمة الواحدة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد أكد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسؤولية الجماعية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يبين لنا الحديث الشريف معنى المسؤولية الجماعية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. إذن اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. إذن عزيزي الطالب، نعرف بأن المسؤولية نوعان: مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية، وقد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسؤولية الجماعية، المسؤولية الجماعية هي تلك التي يقوم بها مختلف أفراد المجتمع دون استثناء، كل في نطاق عمله وتخصصه وأماكن وجوده. ومن المسؤوليات الجماعية حفظ السلم الاجتماعي ونشر الأمن والمحافظة على الدماء والأعراض والأموال. إذن من المسؤولية الجماعية ومن المسؤوليات الجماعية ماذا عزيزي الطالب؟ حفظ السلم الاجتماعي ونشر الأمن والمحافظة على الدماء والأعراض والأموال، فضلا عن ضرورة التآلف والتآخي والتراحم ونبذ العصبية والفرقة والنعرات، سواء كانت حزبية أو مذهبية أو مناطقية. فبناء الأوطان مسؤولية الجميع، تحتاج إلى التعاون والتوافق بين أبناء المجتمع في الأقل وفي الثوابت والأسس التي تحفظ الدين والأرض والإنسان. ولا بأس في أن نختلف في طرق العمل ووسائل البناء، إلا أن الهدف يبقى واحداً وهو الصالح العام، الصالح العام. ومن المسؤوليات الجماعية مسؤولية الامتثال والطاعة لأنظمة الدولة وقوانينها التي هدفها تنظيم المجتمع ورفعته وسموه، وأن تطبق هذه القوانين على أفراد المجتمع جميعاً. وهذا ليس غريبا عزيزي الطالب علينا نحن المسلمين، فالالتزام المسلمين الأوائل وشعورهم بالمسؤولية هو الذي أدى إلى بناء هذه الحضارة العريقة. فلو لم يلتزم السابقون لكان هناك خلل في اللاحقون، لكن كان الأول والأوائل هم ملتزمون ويعرفون معنى المسؤولية، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه ووجدنا ما وجدنا من حضارة عريقة يعني كثيرة البنيان وكثيرة الإخلاص وكثيرة العلم. فالتزام المسلمين الأوائل وشعورهم بالمسؤولية وهو الذي أدى إلى بناء هذه الحضارة العريقة التي ما زالت مآثرها إلى اليوم. ومن المسؤوليات الجماعية أيضا مسؤولية الحفاظ على النفس وحفظ النسل وحفظ المال العام. إذن إضافة إلى ما سبق من المسؤوليات الجماعية مسؤولية الحفاظ على النفس ومسؤولية الحفاظ على النسل والحفاظ على المال العام. ومن المسؤوليات التي يقع جانب مهم منها على عاتق طلبتنا الأعزاء حفظ المال العام. عزيزي الطالب، عليك بحفظ المال العام
المدرسة أمانة في عنقك، الرحلة أمانة في عنقك، لا تعبث ولا تؤذي، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا المال العام أمانة في عنقك، إذ يجب على الطلاب المحافظة على أثاث المدرسة عامة والصف خاصة وموجودات الساحة والأفنية والاهتمام بالكتاب وما فيه من معلومات كثيرة. وفضلا عن ذلك على الطالب مسؤولية الاحترام، فاحترام الأنظمة واجب عليك عزيزي الطالب، أن تحترم الأنظمة المدرسية والإدارة والكادر والمعلمين وحتى زملائك في الصف والإدارة والتدريسين. ثم تتوسع هذه المسؤولية تشمل حفظ المرافق العامة كالمتنزهات والملاعب وغيرها. إذن من كل سبق نفهم أن المسؤولية تتطلب منا أن نتحمل بإخلاص مسؤولياتنا، وأن نأخذ جميعا مواقعنا، ونؤدي دورنا الفاعل في بناء الوطن وحماية من المخاطر، والسعي إلى الارتقاء به في جميع المجالات، واجتناب ما يفرق صفوفنا ويثبط هممنا ويعيق مسيرتنا. فهذه مسؤولية الجميع، لا تقول ليس لي دخل، مسؤولية فلان مسؤولية فلان، كلا، فلنكن أبناء مجتمع واحد ولنبني بلدنا ولنبني هذا البلد بما يرضيه الله سبحانه وتعالى عنا. ثم أن المسؤولية ليست هي فقط شعار يرفع، وإنما هي حالة تعيش فيها الشعوب والأمم الناهضة والمتقدمة، وهذا ما يجب أن نجسده في حياتنا. إذن المسؤولية، عندما نقول أن علي مسؤولية، يجب أن لا أبين هذا فقط شعار أرفعه، وإنما أن أبين بأني أستحق هذه المكانة وبأني صادقة بتحمل هذه المسؤولية. وهذا ما يجب أن نجسده في حياتنا وأن نعيش هذه الحالة باستمرار على المستوى الفردي والاجتماعي، ثم نعمل بها متعاونين متكاتفين، يشد بعضنا أزر بعض في جو ملؤه التفاهم والروح الأخوية المؤطرة بالإيثار والتضحية والبذل والهمم القوية، لأننا أبناء مجتمع واحد. فالعمل الجماعي والشعور بالمسؤولية ضرورة لا بد منها. إذن العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية هو لا بد منها ما دامت الحياة الفردية الإنعزالية غير ممكنة. والله تبارك وتعالى سينظر بعين الرحمة إلى عباده المتعاونين المتآخين الذين يتحملون المسؤولية ويقدرونها. إذن الله سبحانه وتعالى سوف يجزي كل من يعمل بإخلاص ويتقن العمل الذي أتقنه، ويكون قدر هذه المسؤولية التي وكلت إليه، سوف يجازيه الله سبحانه وتعالى بالحسنات ويقدرونها، يسعون من أجلها. وعلينا أن نعلم أن بناء الوطن وازدهاره والنهوض به لن يتحقق إلا عندما يتحمل أبناء المجتمع المسؤولية جميعا. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.